بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن الله تعالى هو المالك لكل ما في الوجود، فلا ينازعه في ملكه أحد، ولكن فضلا منه ومنه كتب على نفسه الرحمة، كتبها على نفسه بمحض إرادته ومطلق مشيئته دون أن يوجبها عليه موجب أو يقترحها عليه مقترح. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالرحمة لغة انفعال خاص يعرض على القلب عند مشاهدة النقص أو الحاجة، فيندفع الإنسان إلى رفع ذلك. أما إذا أطلقت هذه الكلمة على الله سبحانه وتعالى يراد بها العطاء ورفع الحاجة لعلمه سبحانه بحاجة الخلائق ونقصها الفطري، فجاءت رحمته لسد ذلك. وإذا أردنا أن نتقصى آثار رحمة الله سبحانه وتعالى لاستغرق ذلك منا الأعمار والآجال، فما من لحظة تمر إلا ورحمة الله تغمر العباد. فالله تعالى هو الرحمن الرحيم، وسعت رحمته كل شيء، وهو أرحم الراحمين، وهو خير الراحمين، وهو الذي جعل رحمته 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن هذا الجزء تتراحم الخلائق كل الخلائق، حتى ترفع الدابة حافرها خشية أن تصيب ولدها. وكتاب الله رحمة، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وجنته رحمة، قال تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ورسوله رحمة، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأصحابه رحماء، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن فرط رحمته سبحانه وتعالى جعله هذه الرحمة شاملة لكل راحم، قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وخص الله تعالى الرباط بين الزوجين بالرحمة لأنها عماد ذلك الرباط، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولم ينسى الإسلام الصغار الذين بحاجة إلى عناية ورعاية، فجعل لهم نصيبا من رحمته، فسلب من القاسي عليهم شرف الانتساب لهذا الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وفي نيته أن يطيل الصلاة، ولكن كان يسمع بكاء الطفل فيخفف في صلاته رحمة بالطفل الباكي لعله بحاجة إلى أمه، ورحمة بالأم لكي لا تقلق على والدها. ودعا الإسلام للرفق بالحيوان أيضا، فنهى عن التحريش بين البهائم، ولعن من اتخذ شيئا من الروح غرضا، فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول: يا رب، أن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببستان رجل ورأى بعيرا قد لصق بطنه بظهره وعيناه تذرفان من الدموع، فقال: من صاحب هذه الدابة؟ فجاء شاب من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال: ألا تتقي الله في هذه الدابة التي ملكك الله إياها؟ لقد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأوجب الإسلام الرحمة حتى في الحروب، فقد نهى عن قتل الصبيان والنساء والشيوخ والعباد وكل من تجنب الحرب، وحرم الإحراق بالنار والمثلة والإجهاز على الجريح والاعتداء على الأسير، كما نهى عن قتل الممرضين والنقالين وكل من يستخدمون لإسعاف الجرحى والمرضى، حتى إنه منع قطع الأشجار وإفساد الثمار وهدم الممتلكات في الحروب. وهكذا شرع الله الإسلام ليطبع النفوس بطابع الرحمة وينشئها على هذه الفضيلة، حتى ينعم الناس كل الناس في ظلها الوارف ويعيشوا
فيك نفيها آمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.